يعطيكم العافية يا شباب. احنا توقفنا المحاضرة الماضية عن موضوع الأبنت. احنا أخذنا انه وضعية فتح الملف انه قراءة وكتابة. الآن بدنا ناخذ الأبنت. الأبنت باختصار انه بضيف على نهاية الملف، تمام؟ وحكينا انه اذا ما كانش الملف هذا موجود بروح بنشئ لي، تمام؟ فبالتالي انه اذا ما كانش الملف موجود بروح بنشئ لي، اذا كان الملف موجود بروح بضيف لي على نهاية الملف. ناخذ الحالة الأولى انه احنا نعمل ملف مش موجود، فبالتالي هنا فايل هاندل بتساوي open اسم فايل مش موجود، انه على سبيل المثال فايل o75.txt، وهنا المود بتساوي A عشان نتأكد انه الفايل هذا هيني موجود. هنا فايل 007 مش موجود، فأول ما عمل اكزيكيوت لهاي حيتم انشاء. هاي تمام. طبعا طبيعة الحال ملف فاضي، تمام تمام. طبعا طبيعة الحال انه زي ما شفنا انه الملف هذا فاضي. بعد هيك احنا اذا بدنا نضيف، يعني هنا انت اذا بدك تكتب على الملف حيضيف على اخره، واخر الملف اصلا هو اوله لانه الملف فاضي. فبالتالي هنا ممكن تعمل انه وهنا بدي احط فايل هاندل زي ما تعودنا انه احنا بدنا نغلق الملف. في نهاية الملف اللي هو اصلا اول الملف لانه الملف فاضي. اكيد حنفتح ملف ثاني انه موجود فيه نص، وحتشوف كيف انه حيضيف في النهاية، تمام؟ طبعا هاي الملف فيضاف في نهاية الملف اللي هي اصلا اول الملف. طبعا بطبيعة الحال لو انا اجيت عملت زي هيك سلاش ان، وين نهاية الملف؟ لا مش السطر الثاني، بعد الاو مباشرة بالضبط. فبالتالي هذا اللي حيفتحه حيكتب هلو، وبعديها هاي يعني حتطلع اثنين هلو لازقين في بعض، وبعديها حينزل سطر جديد. المرة الجاية اللي حعمل اكسكيوت للملف ايش حيصير؟ هلو في سطر جديد، هلو في سطر جديد، وهكذا، تمام؟ يبقى هاي المرة الثانية اللي بنفذ فيها الملف او الكود، باجي اعمل افتحه كمان مرة، فزي ما شفنا انه هلو لازقة في بعض مرتين، وفي السلاش ان هيو عامل سطر جديد. حقيت هنا الاكسكيوشن حيبدي اعمل، عد معايا 1 2 3 ثلاثة هلو، كل واحدة في سطر لحال حتكون بهذا الشكل، تمام؟ واضح؟ نعم. طيب انا بعمل اوبن وكلوز. انت بتعمل رايت لهذا السترينج ومن ضمنه السلاش ان. نعم. لانه لما ما كنتش حاطط سلاش ان. تمام؟ نعم. هذه انه انا بورجي لك انه انت لما تعمل اكسكيوت كل مره انه هو بروح بضيف في نهايه الملف. في الاول كان الملف فاضي، بس كل مره بشغل بروح بضيف في نهايته، بضيف في نهايته. اول شيء كان الملف هذا ايش؟ فاضي، فبالتالي اوله هو اخره هو اوله. لكن بعد هيك انت بتضيف بتضيف بتضيف، كل مره بضيف في الاخر، والاضافه بتعتمد انه انت اذا بدك تضلك تضيف لازق في بعض بتستخدمش كنترول كاركتر، اما اذا بدك تحط فواصل ممكن تحط سلاش ان او سلاش تي او زي ما بدك، تمام؟
طيب هجد احنا ايش ممكن انه احنا نسوي؟ ممكن انه في عندي هنا ملف اسمه الفايلز هذا وصف الطبخ تمام طبعا في الشعبة الثانية أنا ضفت على نهاية هذا الملف جملة صحة وعافية بون أبيتيت تمام شهية طيبة تمام انه انا اعطيت لك الوصفه هذه وكتبت لك زي هيك انا ممكن ايش اسوي اطلب منك انه انت تضيف برضو جمله اضافيه بعد البون ابيتيت بدي اياك هنا في سطر 7 انه انت تضيف جمله اضافيه تمام فبالتالي احنا بدنا نفتح هذا الملف اخذ المسار تبعه زي هيك تمام واعمل فايل هاندل ساوي ومن الفايل هذا طبعا بدي اقول له انه انا بدي اطلع فوق مجلدين والوضعية ابنت وبدي انه ايش بدي اسوي بدي اضيف جملة دوت رايت اذا بدي انزلها كمان سطرين بروح بعمل سلاش ان سلاش ان هابي cooking يعني زي انه استمتع بوقتك في الطبخ تمام وهي سلاش ان في الاخر والفايل هاندل دوت كلوز كمان مره بورجي لك الملف قبل ما انفذ اخر اشي انا عندي بون ابيتيت نعم محمد كان يعمل كلوز مرتين مرة واحدة بنتعقد في الكتاب الآخر وبنتعقد اسألوا ليش بتعمل كلوز مرتين غير الواحد بتغلق الصلاة وبنتغلق الصلاة خلاص أنا بالنسبة لي أنا عندي الإغلاق مرة واحدة خلاص بكفي يمكن قد يكون إنه هو فاتح ملفين وعامل كلوز للملفين هدول بس انت مش مركز معه راجعه هو W write A append append يعني الحاق الحاق يعني في آخر الملف بالضبط في نهاية الملف تمام فهنا زي ما انت شايف آخر شيء بون أبيتيت احنا ايش بنضيف happy cooking هاي execute استمتع بوقتك في الطبخ تمام ما ترجمش ترجمة حرفية ماشي شو تاخد انجليزي هالبيت تمام فضافها انت عندك في نهاية الجملة في نهاية الملف صحيح زي ما انا عامل طالب منه بالضبط وهنا في الاخر سلاش انهي سطر 10 زي ما انت شايف فاضي تمام لا عند السطر الفاضي تمام طيب ناخذ مساله انه احنا ايش بدنا نسوي انا في عندي هنا اعتقد لسته فيها نمبرز مش هنا في شابتر 7
هاي تمام. احنا ايش سوينا المحاضرة الماضية؟ المحاضرة الماضية انه احنا ايش سوينا، انه انا قرأت من هذا الملف ورحت خزنت المتوسط وين؟ في ملف تاني. اللي انا بدي اطلبه منك في هذه المسألة انه انت بدك تقرأ الارقام هدول وبدك تضيف لي المتوسط هنا تحت سطر جديد. فبالتالي نص السؤال حيكون اكتب برنامج لقراءة أرقام من ملف وإضافة المتوسط في نهاية هذا الملف. أقول لك هذا الملف أنا مقصود نفس الملف. تمام؟ فبالتالي أنا عندي اسم الفايل زي ما اتفقنا هيو. والمود يعني هي في نفس المستوى. هاي النوت بوك تبعي هاي معلمي بالأحرى بالأحمر وهو موجود هنا في نفس المستوى، فيش داعي. انت بتقول له انه الملف موجود في مجلد اعلى، حيروح مش لاقيه، حيقول لك فايل نوت فاوند ايرور. تمام؟ هو يا استاذ بسألش بقول لك انه يعني بده اياها تزبط، بقول لك لو انه انا حطيت نقطتين فوق فبالتالي طبيعه الحال ملف مش موجود، فبالتالي هاي اللي بيطلع معاه. انا بكمل معك. هجيت احنا بدنا نقرا الارقام، كيف بدنا نقراها؟ تكتب لك اياها كله في سطر واحد. يبقى numbers str بتساوي file handle.read، طبعا هي مفصوله بيناتها بسبيس فبعمل دوت سبليت. تمام، ما دام خلصت منه بعمل file close. لا 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 عفوا لسه مش كلوز. كيف نعمل اضافه متوسط لك الرقم اللي هو كيف استنى طول بالك يا استاذ، هيك مش حيزبط الشغل. لا هذا سؤال سيبك منه. ليش؟ لأنه حيدخلنا في أوضاع تانية في فتح الملف اللي هو يعني A plus و R plus وكل هاي الشغلات. إحنا بس بدنا نأخذ ثلاث أوضاع، يعني خلينا بسطين الأمور اللي هو R و W و A. تمام، فبالتالي خلص بدك تعتبر انه انت ملف عندك موجود وبدك تضيف في نهايته زي المسألة هاي اللي هو خليني اكتب لك نصها هنا انه اكتب برنامج لفتح لا 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 لإضافة جملة استمتع بالطبخ في نهاية ملف وصف الطبخ. طبعا لو كان انت عندك يعني عشرات الملفات اللي فيها وصف الطبخ وبدك تضيف عليهم كلهم في نهاية الملف فبتعمل في فور لوب بهاي الطريقة. تمام، وهذا السؤال خلاص وهيك. تمام، هذا نعم
هذا الكود كل ما يفتح سطر جديد حاول هارب الكود أكتب كل نعم عشان ما سطر الكود بتحكيها نعم بالآخر الكلام نعم كيف؟ حطيت رأي عشان قال الإضافة. الكتاب. إيه إيه وش رأيك؟ رأي قصدي. هاي. آه طبعًا. مدام إضافة رأيت. كتابة على الملف بس كتابة وين؟ في الآخر. طيب السؤال أنا ممكن أرجع لك إياه ونحله ببساطة ونضلنا على ثلاث أوضاع اللي هو الآر والدبليو والأي. طبعًا نخدم كيف؟ خذ بالبلاس A بلاس خلينا على الثلاثة هذول بس خلينا على الثلاثة هذول تمام يعني ولا بدي أخذتهم بدي أجيب لك عليهم مسائل أجيب مسائل نفس السؤال نرجع تاني انه اكتب برنامج لقراءة ملف تمام ارقام من ملف وبدك تكتب لي المتوسط على نفس الملف فبالتالي الملف تبعي زي ما شفنا انه اسمه بدي افتح فايل هاندل اوبن اسمه على ما اعتقد هاي بجيب لي suggestions هاي هذا تمام بدي افتحه بالاول في وضعية الريد فبالتالي خلاص ما فيش داعي ان انا احط المود وبدي زي ما اتفقنا انه بدي احط numbers str بتساوي يعني المود الطبيعي يعني الديفولت يكون ريد صحيح لو ما حطيتوش بعتبره ريد صحيح تمام هيك بسكر الملف لانه بدي ارجع افتحه تاني في وضعية الابنت تمام هيك خلصت منه بسكره بعديها شوف لي هذه هي عبارة عن مجموعة من الأرقام بس as a string فبدي أعرف التوتال بتساوي 0 من 4 n in numbers str تمام ايش بدي أسوي بدي أجمع مش المتوسط هو المجموع على العدد بسوي هذا الكلام on the fly يعني هو في طريقي انا لفيت عليه بحوله وبجمع total plus equal int n هيك انت حولته وجمعت في نفس الخطوة هيا iteration variable تمام هيك جبنا المجموع المتوسط AVG على عددهم تمام فجيت الخطوة اللي بعديها انه احنا بدنا نكتب المتوسط هذا وين على نفس الملف فبالتالي برجع بفتح هذا الملف في وضعية الابنت عشان هيك ضروري جدا ان انت تسكره هنا وبعديها بروح بعمل ليش ملف جديد نفس الملف انا طالب ده عمل رايت للأفريج بس رايت للأفريج بدي استخدم ده ليتل فورمات تمام فبدي احكي هنا انه AVG تساوي دوت فورمات هيك ما فيش داعي للتحويل تمام او انه انت ممكن تعمل زي هيك وتقول طبعا str للAVG تمام
دالة الفورمات هي اللي بتتولى موضوع التحويل، أما هنا أنت بدك تضطر أنه أنت تحول، هذه شغلة. الشغلة الثانية بدك تفتح هذا الملف وتشوف أنه الأفريج بدي إياه ينكتب في سطر جديد، فبالتالي أنه هنا مش نازل سطر جديد، فأول حاجة بدي أسويها هنا سلاش أم بهذا الشكل، فبروح بنزل لي سطر جديد وبكتب لي أنه الأفريج بيساوي كذا، وهنا آخر حاجة بسكر الملف. فبالتالي كتبنا المتوسط هنا على نفس الملف. تمام؟ واضح يا شباب؟ في حدا عنده أسئلة؟ هيك بنكون خلصنا الباب السابع. بدنا ننتقل السطر الثالث، بينفع منها كلها اخذ واحده من غير الكلاس هذا السطر الثالث؟ الثالث؟ يعني في الاخر يعني يكون بعمل بعد احتراف انا اكتب، لا يعني انه يقرا بعدين، لا 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 اجت هذه الداله ريد ايش بتعمل؟ تقرا محتوى الملف. شو التايب تبعه؟ استنى يا استاذ، شو التايب تبع التايب؟ ايش ار؟ انا بحكيش على المود، صح معي، بحكي على التايب string. مدام string بحكي انه dot split. تمام؟ هاجيت dot split ايش بترجع؟ list. بنفع تقول list dot close؟ لا. فبالتالي هنا هاي الجملة لا يمكن على الاطلاق انه انت تختصرها هنا، لازم انه انت تعملها بسطر منفصل، تقول file handle dot close لانه الكلوز هذه تابعة للفايل هاندل. تمام؟ ثواني بس. هلو. ما بعرف بس يعني هي في الأول كانت لسه. شوف معي. حقيت هذه string. منفع استدعي أي دالة من دوال string. dot upper. شو النتيجة؟ string. type. string. مدام string بقدر استدعي دالة تانية. تمام؟ dot is upper. هذا شو بترجع؟ true or false. بقدر استدعي منها كمان مرة دالة تانية في السترينج؟ بنفعش. وضحت؟ جربنا؟ عم بعينك الله عمل سطر زيادة. اني يعني بقدرش اعمل السترينج يعني دالة غير يعني لازم تكون الدالة هذه انها تعتمد. شوف ايش الناتج هنا؟ string. مدام ان string بقدر استدعي دالة تانية. dot is dot strip مثلا. هذه الدالة شو بترجع strip؟ strip برضو النص string. هاي بقدر استدعي دالة التالتة. dot is lower. شو بترجع؟ true false. بنفعش انه انت تقول دوت وتستدعي مكتبة تانية من مكتبات السترينج. تمام؟ فبالتالي هذه الكلوز تابعة للفايل هاندل، بنفعش انه انت تستدعيها هنا وتقول هنا دوت كلوز، لازم انه انت تستدعيها من الفايل هاندل. نعم. تابعة لأي تايب؟ بوليان. بوليان. حطيت دال بعد الاسلوب بوليان. بنفع. تمام؟ ايش يا استاذ؟ هذه مالها؟ ما شرحتها المرة الماضية. دالة الفورمات انه انت بتعمل برنت لسترينج، هاي empty string بس بدي اعمل له format dot format. هذه دالة تابعة على السترينج. ايش فيها؟ ممكن انت تحط اي كلام انت بدك اياه. hello تحط الاقواس زي هذه.
تمام؟ حط الأقواس زي هذه. وظيفته إنه يروح يعمل لك تنسيق ويستبدل الأقواس هذه بقيم أنت بتمررها هنا. فهنا حطيت 10 20. طب روح بحط 10 بدل هاي والعشرين هنا، تمام؟ فبالتالي بتحط الفورمات اللي بدك إياه. هاي سلاش ان بنزل لك إياه فورماتينج. نعم بنسق. خلاص؟ في حدا عنده سؤال؟ بدك تسأل سؤال عشان ما بداش في الشطر الجديد يعني؟ لسه. تمام؟ يبقى هيك احنا بنكون خلصنا الباب السابع، تمام؟